المزيد من التحليل معنا سيد منير الجغوب القيادي في حركة فتح من رام الله. سيد منير، ماذا يمكن أن يقال في هذا الوقت؟ يعني ما يمكن قوله أن يعني آلة الحرب الإسرائيلية الضخمة التي تقتحم المدن الفلسطينية لها يعني هدف واحد، وهو السيطرة وإرهاب أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين. ولماذا يفسر عدد الإصابات الكبير ما بين صفوف المدنيين وست إصابات خطرة في مخيم جنين، في مخيم صغير وكثافة سكانية متلاصقة وبيوت متلاصقة في بعضها البعض، غير إرهاب الناس وترحيلهم وإبعادهم وتهجيرهم إلى خارج فلسطين؟ خطة إسرائيل الموجودة والتي تعمل عليها يعني منذ قدوم هذه الحكومة هي الإسراع في حسم الصراع مع الفلسطينيين وتطبيق خطة القرن من الطرف الإسرائيلي، تحديدا بعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض والتعامل معها كل منطقة على حدة أو كل مدينة على حدة أو كل قرية على حدة بدون القرى الثانية. فهذه هي الخطة الإسرائيلية الموجودة. إسرائيل الآن يعني هذه الحكومة تسابق الوقت بشكل كبير لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصلوا في عام 2030 إلى ما يقارب 2 مليون مستوطن. في هذه الحالة سوف تصبح تتحدث عن حرب دولتين داخل الضفة الغربية وعن يعني حل للمسألة الفلسطينية كما يسموها، وليس لتجسيد استقلال فلسطيني أو دولة فلسطينية. مخططات هذه الحكومة يعني واضحة أمام أعين الجميع، ما تهدف إليه واضح، ولكن يعني الحالة الفلسطينية الداخلية أيضا المشتتة والضعيفة والمنقسمة يعني تسمح للاحتلال بالتمادي أكثر وأكثر، وطارة أن يستفرد في غزة، طارة أن يستفرد في نابلس، طارة في جنين، والكل الفلسطيني أصبح يعني معزول عن بعض البعض حتى في صد هجمات الاحتلال أو التضامن الفلسطيني الداخلي أو المقاومة الشعبية العارمة المترابطة ما بين الكل الفلسطيني مع بعضه البعض. هذا هو الحال الموجود للأسف الشديد، وهذه مخططات الاحتلال، ولكن أيضا بالمقابل لا يوجد عند الكل الفلسطيني أي مخطط لما يحدث. يعني عندما يسأل الإنسان نفسه كل ما يحدث على الأرض من تهويد القدس وفصل الضفة الغربية عن بعضها البعض وفصلها عن الواقع الجغرافي عن قطاع غزة وأصبح أيضا واقع سياسي واجتماعي الفصل عن قطاع غزة، وكل ذلك يعني والكل الفلسطيني ما زال يقف مكانه ويتمترس خلف مواقفه من شقيقه الفلسطيني الآخر بدون أن نحرز أي تقدم له علاقة بالوحدة الفلسطينية الداخلية ولم الشمي الفلسطيني لمواجهة كل مخططات الاحتلال. أنت لا تستطيع يا سيدتي مواجهة هذا العنف الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي والاقتحامات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي إلا بوحدة فلسطينية، ولكن هذه الوحدة للأسف الشديد غائبة ولا أحد يتحدث عنها اليوم. كل جهة تتحدث عن مخططات لها منفصلة عن الجهة الأخرى. يعني واقع مرير وصعب نعيشه، إضافة وهو واقع أصعب من اقتحامات الاحتلال وقتل الفلسطينيين. الخنجر الفلسطيني الداخلي أصعب من خنجر الاحتلال الخارجي، وما زلنا للأسف الشديد لا نملك لا فكرة موحدة حول طريقة المواجهة ولا حتى فكرة موحدة حول طريقة العمل السياسي ولا فكرة مواجهة على طريقة لم الشمل الفلسطيني ومواجهة الاحتلال. مطلوب الآن خطة وطنية، يعني نحن دائما نتحدث بذلك، خطة وطنية شاملة يعني يكون بداخلها الكل الفلسطيني، ليس مستثنى أي فلسطيني من خارجها لمواجهة مخططات الاحتلال. الاحتلال يعني راض جدا عما يحدث، هو خطط أو ورسم لانقسام فلسطيني داخلي ونجح بذلك، هو يمول هذا الانقسام بالمال ويموله بالأحقاد ويموله بدس الأسافيل ودقها ما بين الجسد الفلسطيني. وللأسف الشديد جميعنا يعني نعلم مخططات الاحتلال ولكن ننفذها من حيث ندري ومن حيث لا ندري، ونبتعد كل يوم عن هدفنا الرئيسي وهو الخلاص من الاحتلال.
أصبح التعايش مع الاحتلال هو السائد والدائم وليس الخلاص من الاحتلال، بدليل إذا تعرضت الضفة الغربية لأزمة مالية يزيد حجم المقاصة ولا يقتطع، إذا حدث أزمة مالية في قطاع غزة يدخل الشنطات المالية إلى القطاع، بالتالي الاحتلال من حيث لا ندري أصبح يمول الانقسام الفلسطيني الداخلي ويعززه، وبالأمس يتحدث عن هل العمل على هذا الانقسام الداخلي وبث مثل هذه الآليات في الداخل الفلسطيني، هل هذا نهج جديد سيد منير تعتقد؟ لا هو ليس جديد، ولكن كل يوم يطور آليات الحفاظ على الانقسام الاحتلالي. في المقابل نحن لا يوجد لدينا آليات وخطة وطنية للخلاص مما يخطط له الاحتلال، بالعكس نحن جزء من تنفيذ مخططات الاحتلال من حيث لا ندري ومن حيث لا نعلم، والاحتلال يعني يعمل بشكل منظم على التفتيت الفلسطيني الداخلي وبشكل منهج، ويضع آليات ويضع أشخاص ويجند السوشيال ميديا لخلق نزاع هنا وخلق نزاع هناك والقضاء على الكينونة الفلسطينية. أصبح يعني أخذنا الاحتلال إلى مربع هو رسمه عام 93، وهو ليس مهم أن تدخل في عملية سلام مع الفلسطينيين، ولكن متى تنهي هذه العملية؟ نحن الآن منذ عام 93 وحتى اليوم لم نتقدم سنتي واحد مع الاحتلال، بالعكس الاحتلال أعاد انتشاره في الضفة الغربية واحتلاله كما يقول في الضفة الغربية، وألغى كل الاتفاقيات من جانب واحد وبقي متمسك بالاتفاقيات التي تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي بتعزيز الاستيطان وتعزيز قوته على الأرض في الضفة الغربية. الآن الاحتلال يعني ينظر إلى عدد الفلسطينيين ويقول هذه القنبلة الديمغرافية أو الإنسانية الكبيرة للفلسطينيين كيف يمكن تشتيتها؟ يمكن تشتيتها في حالة واحدة بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين ودفعهم للهجرة خارج فلسطين، خارج حدود الدولة الفلسطينية كما فعل في قطاع غزة، وعدد الناس الذين هاجروا من القطاع إلى أقطاع الأرض. الآن الشق الثاني من خططه كيف يهاجر الفلسطينيين من الضفة الغربية. الاحتلال له مشكلة كبيرة مع الكم الديموغرافي الكبير من الفلسطينيين المتفوق على الاحتلال، كيف سوف يتخلص من هذه القنبلة الفلسطينية؟ فقط بتهجيرهم خارج فلسطين وبحسم الصراع معهم كما يريد هو وليس حسب اتفاقية. شكرا جزيلا لك سيد منير الجغوب القيادي في حركة فتح.